لفحص الشاحنات الكبيرة القادمة إلى بغداد، افتتحت قيادة عمليات بغداد جهاز سونار المهني المنشأ من أصل 8 أجهزة أخرى في إحدى مداخل بغداد الشرقية على طريق بعقوبة السياحية. إحكام لعاصمة بغداد أمنيا يتطلب إطفاء مزيد من الإجراءات الأمنية داخل المدينة وسيطراتها الخارجية. جهاز سونار جديد نصب في سيطرة الجسر الفرنسي على طريق بعقوبة السياحي، جهاز سيعمل على فحص الشاحنات الكبيرة من مدخل العاصمة الشرقي بمرونة وسرعة أكثر. جهاز ألماني حديث حقيقة بالتعاون مع محافظة بغداد وقيادة شرطة بغداد بندير شؤون السيطرات. اليوم كملنا إعداد كل الطواقم التدريبية ومع الشركة المعنية نصب هذا السونار، بالتأكيد راح يكون له دور كبير في منع دخول أي مواد متفجرة إلى داخل العاصمة بغداد. هذا الموقع حقيقة هو موقع نسميه موقع بعقوبة السياحي، يعني سيطرة بعقوبة السياحي اللي المدخل الشرقي إلى مدينة بغداد. حقيقة هذه هي جزء من الخطة اللي تم وضعها لإحكام مدينة بغداد بشكل قوي بعجلات السونار، فهذا القوس هي ألماني خاص بفحص عجلات الحمل من 4 طن فما فوق. جهاز من أصل 8 أجهزة موزعة على مداخل بغداد الرئيسة إضافة للأجهزة السابقة، خطة تعمل عليها عمليات بغداد ليس لتأمين بغداد فقط بل لرفع المزيد من السيطرات الداخلية من شوارع بغداد. جابر جمال، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.